على هما ومصطفى سعدون أريد بالدرجة أسألكم الأساسية. عن حدث غريب أو ربما تعتبر أغرب لقطة بالمباراة، انسحاب الفريق الاتحاد الاحتياط قبل 8 إلى 9 دقائق من الدكة ودخولهم إلى المنزل، هذه شلون تفسر دكتور؟ يعني شوف، الفريق ترى يمر بوضع نفسي صعب جدا. المباراة ترى بمجرد سجل الفريق الجوي الهدف الثاني حسمت، انتهت، مع انه هدف مبكر، يعني مو هدف بالدقائق الاخيره حتى نقول خلاص. يعني ما كان اكو قدره عند الفريق السعودي ان يجاري الجويه، ما شفنا هجمات خطره. يعني اذا الان تراجع شريط المباراه، اول كره واحده ما عندهم هجمات خطره، يعني مو هذا التهديد. هسه احنا تحدثنا عن الشوط الاول في مباراه جده، فريق الجويه كان ممتاز واستحقت له فرص، لكن بالشوط الثاني اخطروا مرمى الجويه خاصه في اللحظات الاخيره، طبعا بسبب اسلوبنا. تذكر احنا تحدثنا عن هذا الموضوع، انه من البدايه كانت اكو رغبه بالتعادل، ما كنا نفكر بالفوز، انه نخرج بنقطه واحده افضل من الخساره، وبالتالي وقعنا. يعني تعرف هو بالوقت بدا ضاع، ما تقدر بعد تركيز اللاعب يفقده، كثير من العوامل. اليوم انا اعتقد افضل قرارين للجويه اللي ما تواجدوا في المباريات الثلاث، اولا مشاركه مهند كاساسي. مهند كان ورقة بديلة في كل المباريات الثلاثة السابقة. صحيح. ومشاركة مصطفى سعدون كمدافع أصيل أيضا، مصطفى ملعب أساسي في المباريات السابقة. أنا أعتقد هذا الدفع المعنوية اللي انطاها الكابتن أيوب وثقته بهؤلاء اللاعبين قدموا المرد، بدليل اليوم شفنا يعني مهند انفجاري، يعني موضوع الكرات، موضوع صناعة اللعب، وهذا يعني دليل خبرته ووعيه الكبير واستثمار الفرصة. احنا دائما نتحدث حتى عندما تحين مباريات المنتخب الوطني، نقول احيانا بعض اللاعبين يلعب 10 دقائق ربع ساعة، نقول له يا اخي هاي العشرة سويها شعلة من النشاط حتى تثبت انك اهل للمشاركة، استثمرها. اكو لاعبين لا متقاعسين، يعني نقدر نقول انه غياب ايمن حسين لم يؤثر على القوة. لا، ايمن حسين لا يحق له المشاركة، واضح هو غيابه مع الفريق بشكل عام. هو ان شاء الله اذا تأهل الفريق الى ثمن النهائي او ربع النهائي، اعتقد ما اعرف القوانين، يعني ثمن او ربع، من حق لهم يضيفوا. بالضبط، نعم. من حقهم يضيف، فهو بالمباراه الاولى كان مشجع قاعد مدرج ويا جمهور، فهو ما كان موجود مع الفريق، وتعلم الفريق بالدوري ان يشجع.